مرحبا برج القوس، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. هني عندنا الغصن الأول إيس أوف وانز. شريكك متمسك بذكرى واحدة قوية بينكم، مكان معين كنتوا تجتمعون فيه، حديث معين كان يحبه جدا، عزيز على قلبه، ذكرى عزيزة واحدة، مو عدة ذكريات، مو دائما يتذكرك، مو هاي الطاقة، طاقة نعم أنت على باله، ولكن دائما تأتي في باله عن طريق هاي الذكرى. ذكرى مثلا طريقة نطقك لكلمة معينة، طريقة شلون كنت تلفظ اسمه، في شيء معين هو كان يحبه فيك، في طريقة كلامك، في موعد لقائكم، مكان اللقاء. لحد الآن وخصوصا في الفترة الأخيرة صاير مثل اللي عالق في باله، تعرف مثلا شلون أغنية معينة تكون عالقة في بالنا لفترة طويلة، هذه الطاقة قاعدة تتردد. ملك الأكواب محاط بالكثيرين، ولكن في نفس الوقت تحس أنه وحيد. الغريب في الموضوع، ما أدري، أحس أن سبب الفراق كان بسبب تدخلات، إما ظروف خارجية أو أطراف خارجية من العلاقة. فهني عندنا ملك الأكواب هو حاليا محاط بناس وايد، ولكن في نفس الوقت قاعد يمتنع عنهم، قاعد يكون وفي لك، يحاول على الأقل يكون وفي حتى لو أنت مو موجود في حياته. ما أقول لك إنه ما يقضي وقت مع هذين الناس أو ما يكلمهم أساسا، ما أقدر أضمن لك هذا الشيء، ولكن اللي أقدر أضمنه إن قلبه هني، منطقة القلب، مثل اللي حط عليها قفل، يحاول إنه يكون وفي لك ولو من بعد، إنه ما يسمح لأحد يدخل قلبه أو يصير حتى عزيز عليه ما عداك أنت. مشاعره تجاهك يحاول إنه يكون وفي ويعوضك حتى لو كان بعيد عنك. آخر كرت فارس السيوف. هو يحس إنه تسبب لك أو أجبرك على الهرب منه. ترى شوف هني برج القوس بشكل عام عندكم الكثير من الطاقة المائية، طاقة الأبراج المائية، عندنا حوت وعقرب وسرطان منتشرة في كل المجموعات. احتمال انك تتعامل مع برج مائي هوائي. مشاعره تجاهك يحس انه هو دفعك الى الهروب او يخاف، حتى عنده نوع من الخوف انه لو فاتحك في موضوع او لو حاول انه يفتح مرة ثانية يتواصل معك، ان انت راح ترفضه ويكون رفضك عنيف او شديد او تؤنبه. عنده مشاعر خوف من التأنيب، أحبك من بعيد ولكن أخاف أني أقترب. السؤال الثاني، هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ عندنا كرت العربة مجددا، هذه طاقة أو كرت برج السرطان، وراها كرت برج الحوت القمر، وكرت برج الجدي الشيطان. وهو مو راضي على الانفصال، ولكن حين قام يرى الموضوع من منطلق آخر، لأن تشوف هني أحسهم هاي الكرتين قاعدين يعكسون طاقة، هذه طاقة الليل والظلام، الأمور اللي مو واضحة، وهذه طاقة أن اتضحت لنا الأمور لأن طلعت الشمس، العربة تمشي في وضح النهار. قبل ما كان فاهم بشكل كامل ليش الانفصال حدث وليش العلاقة تكركبت وليش صار في رفض، احتمال أحس أن هني صار في رفض من طرف احتمال أهله أو أحد مقرب منه هو اللي رفضك، كان في تدخلات أيضا من طرفهم. قبل ما كان حاسب هالشيء أو حتى مؤمن أنه نعم يمكن أنت كنت تتكلم له، تنبهه يا برج القوس، تحاول تقول أنه في أشخاص هم اللي قاعدين يأثرون عليك، بس ما كان قبل يصدقك أو حتى يسمع لك. الحين ابتدى وانت بعيد عنه ابتدى يسمع، ابتدى تتكشف للأمور، تنفتح للحقائق. هو مو راضي، قبل كان يشوف انه ما له ذنب في اللي صار، كان مجبور مثلا على الانفصال، ما عندي خيار الا اني انفصل عن برج القوس، لكن الحين يشوف انه لا، بالعكس انا كنت اقدر اني احسن التصرف، اتحمل مسؤولية افعالي. هذا الكرت يقول لي اتحمل مسؤولية افعالي، ما اسمح لاحد يدخل بيننا، وفي نفس الوقت انا اشيل مسؤولية شريكي، أتحمل وجوده في حياتي. لما يكون في شخص في حياتي لازم أدي أداء، هني خص الأداء.
فمو راضي، ولكن على الأقل ابتدى يدخل في مرحلة إنه يشوف الحقائق. زين، السؤال الثالث للمنفصلين، ما هي خطوته القادمة؟ خلينا نشوف. عندنا 9 سيوف، هني في هاي الكرتين وايد طاقة سيوف عندنا، أيضا ممكن يكون برج هوائي، ميزان، دلو، جوزاء. أحس جوزاء أكثر أو دلو. المهم هاي الطاقتين هو مع ملك الأكواب، أحسهم طاقة الأشخاص اللي ابتدوا يعرفون الغلط ولكن قاعدين يراقبون من بعيد، يتمنون وشي واشي، يتمنون من بعيد أنهم يتصرفون. لو رجع بين الزمان نتصرف بشكل مختلف، ولكن هذه البداية. خطوة القادمة راح تكون إنه يواجه نفسه، يواجه خطأ من الموضوع، يواجه فعل الحقائق. السيف هو طاقة الحقيقة، طاقة أوكي شنو الحين المفروض أسوي عشان أرجع هذا الشخص قبل ما أفكر حتى أرجعه، شنو التغييرات اللي المفروض أسويها في حياتي في شخصيتي عشان لما نرجع مع بعض ما نرجع لنفس المشكلة، ما نرجع لنفس النقطة. ابتدى هني يفكر في الحل. ملكة السيوف، ملكة السيوف تتمكن من طاقة السيوف، يعني راح يكتشف الحل، راح يطلع بقول لك باستراتيجية واضحة. احتمال كبير ان بما ان عندنا ملكة السيوف، هذه الملكة ما تحب المجاملات ولا الدبلوماسية ولا تمهيد الامور حتى، فاحتمال كبير ان خطوتها القادمة راح تكون جدا واضحة معاك، جدا ما فيها مجاملة، ما فيها روح وتعال، راح يكلمك دغري. اوكي، يكلمك دغري، يتواصل معاك دغري، او يرسل مرسول يوصل لك الرسالة واضحة انه هو شنو مستعد وشنو يبي منك. 8 الأغصان يعوضك، راح يكون صريح، يتحمل مسؤولية خطأ او خطأ جزء خطأ من الموضوع. 8 الأغصان هني يحاول انه يعوضك، خصوصا في الامور اللي كانت تضايقك او سببت لكم الانفصال. اذا مثلا هو كان نوعيته دائما يسمح للاشخاص ان يتدخلون بينكم يخربون، راح يصك هاي الثغرة، راح فقط هني اشوف انه يفتح اذنه لك انت فقط، ما يسمع لاحد ثاني، ما يسمح لاحد ثاني انه يتدخل او حتى يبدي رأيه في علاقتكم، يصك عليها هني، يغلق عليها. وايضا مثلا لو كان دائما بخيل في وقته، بخيل في عطائه، بخيل في صرفه، يعوض هذا الجانب. مهما كانت الجوانب اللي بالضبط كانت تضايقك في هذا الشخص وادت الى الانفصال، هو راح يحاول انه يغلقها ويغيرها وينتبه لها، يحطها قدامه مثل النقط اللي لازم يحلها، بعدين يتجاهك بشكل واضح. ولكن بما ان عندنا ملكة، احتمال كبير انه ما يأتي هو شخصيا، يرسل شخص. اول شيء يقيس المياه، يشوف مدى تقبلك، يطرش احد ممكن انت ايضا تثق فيه، صديق مشترك، احد من المعارف المشتركين. اوكي، ننتقل الى مجموعة العزاب. العزاب اول سؤال، ما هي مواصفات الشخص القادم في طريقك؟ شوفوا ايضا ملك الاكواب، الكثير من طاقة الماء، عقرب حوت، سرطان، وراها 10 الأكواب، وراها ايضا 6 الأكواب. وجود هنا 6 الأكواب، احس ان هذا الشخص تزوج في السابق، احتمال كبير اشوفه اما يعني تشوف اما عنده زوج شريك سابق، اما انه تزوج سابقا وانفصل، او انه ارمل، ارمل او ارملة يعني كذي. انا اشوف انه كأنما عنده اسرة بعيد عن لقائكم، عنده حياة، عنده حياة كبيرة، مو شوي، مو صغيرة، حياة اجتماعية، حياة بين المجتمع، بين المجتمع معروف، يقوم بدور مهم، يحب المساعدات الإنسانية، يأتي من عائلة مرموقة، بزنس العائلة، مجال عمل العائلة متوارث من أجيال، يعني مثلا يتاجرون في الأقمشة من أجيال، يتاجرون في شيء في العقارات من أجيال، في شيء معين هنا متوارث من عائلة، فيأتي من عائلة شوي أرستقراطية، خلينا نقول فوق المتوسطة، ولكن مو محافظة، شوي متحررين، منفتحين، حلوة طاقتهم، طاقتهم شبابية، مو من النوع اللي تحسهم وايد
متشددين أو متدينين، لا يميلون إلى التحرر. خلينا نشوف هني المزيد من طاقة وظيفته وشكله. هني عندنا 9 الخماسيات. إذا ما كان برج مائي احتمال كبير إنه يكون برج ترابي. طلعت عندك أيضا الطاقة الترابية، 10 الأغصان وكارت العالمة، أيضا كارت برج الحوت. بحط لك هالكارتين لأن أول شيء متعلقين ببعض. مجال عمله أحس إنه هو مسؤول لإزاحة الهم عن الناس، مسؤول عن شيء خص القروض، الهم، أي شيء فيه هم متعب، قروض، مسؤول حتى في نظام قضائي، مسؤول عن شيء خص العظام، دكتور في العظام، دكتور في متخصص مثلا حتى في رعاية الكبار في السن. انزين، يدير عمله بدقة، احتمال كبير انه لديه عمله الخاص، عنده عمل ثابت مثلا في شركة او في حكومة، عنده ايضا في نفس تقريبا مجال العمل بزنس خاص، مثلا عنده عيادة خاصة فيه اذا كان دكتور، بس هو يعمل في مجال يزيح فيه هموم الناس او يزيد فيه هموم الناس. اذا كان قروض مثلا راح يكون طبعا يزيد فيه هموم الناس والثقل اللي عليهم، انه لازم يسدون الاموال وراها فوائد، او ممكن يكون شيء اطيب من هذا اخص الناس اللي يعانون من مثلا اللي يعانون من اصابات عمل، هذا ايضا مجال العمل اللي اشوفه، واللي يعانون من الإعاقات، ولكن شخص متمكن ماديا جدا، يأتي من عائلة مرموقة، بالإضافة إلى أن وظيفة زينة، بالإضافة إلى أن لديه عمل الخاص جدا ممتاز. كرت العالمة، هذا الشخص صعب جدا أن أنت تلعب معه كرت الدبلوماسية أو تحاول أن تسوي شيء بدون ما يدري. يدري عن كل شيء، يراقب كل شيء، يعرف كل شيء، يعرف شنو تبي منه قبل حتى ما تتكلم، يفهم الأشخاص على الطاير، فلازم تكون حذر في التعامل معه. لذلك خلينا نشوف آخر سؤال، كيفية التصرف معه، الطريقة المثلى. ذكرت أيضا برج العقرب وهو برج مائي، الجاجمنت، الحكم أو يوم القيامة، والكوبين. شوف هذا الشخص قلت لك ما تنفع معاه الدبلوماسية، ينفع معاه الأسلوب اللطيف، إيه مو الدبلوماسية. من البداية إذا أتى في طريقك كون واضح وصريح في شروطك، في توقعاتك، مثلا إذا كان عنده أبناء ثانيين شلون راح يوفق، شلون راح يوفق بين الزواج السابق أو الأبناء من الزواج السابق ومعاك أنت في حياته. أشوف إن هني أنت يا برج القوس عندك شروط معينة تبي تحققها أو تتوقعها من هاي الزواج. لا تفترض، هني يقول لك الكارت لا تفترض، كون واضح معه من البداية، لازم يسمعها من حلجك، حتى مو من أهلك، من حلجك أنت لازم يسمع شنو شروطك وراح يوافق عليها. لذلك من البداية لا تبيع نفسك برخيص. يعني مثلا لما يكون عندي سجادة أقدر أبيعها بألف، لكن أنا أفكر أن الطرف الثاني ما راح يقبل، فأقول له خذها بخمسمية. بس فعلا حقيقة الوضع، كشف الأمور هني يبين لك، لو أنت قلت تبيها بألف راح يعطيك ألف. حتى في مثلا المهر، السكن، أنك تشرط شروط، لأنه قادر ماديا يعني يقدر يعطيك الحياة المريحة، فلا أنت تروح تضيق على نفسك، خصوصا إذا شفت أن فعلا الطاقة اللي ذكرت لك في التارو تنطبق عليه بشكل كبير. ما بقولك صير طماع، ولكن أطلب اللي على الأقل من حقك واللي راح تتوقعه وتكون سعيد أن تعيش معه. آخر مجموعة المرتبطين، أول سؤال لكم، كيف يراك الشريك؟ ثمان الأكواب، أيضا طاقة مياه، فارس النار وراها فارس الأرض أو فارس الخماسيات. اللي يسألوني منكم عن طاقة الخماسيات شنو معناتها، طاقة الخماسيات هي طاقة الأرض، الأبراج الترابية، ثور، عذراء، جدي، دائما تتكلم عن الرخاء، الراحة، الاستقرار، الهدايا، الأشياء المادية المريحة اللي تثمر، أشياء مثمرة. أوكي،
شريكك شلون يشوفك يا برج القوس؟ يشوفك ان انت، شوف ما بقول لك ما تغلط او كامل، ما يشوفك ان انت كامل في نظره، لكن يشوفك على الاقل شخص مستعد انك تتحمل مسؤوليه الاغلاط اللي تمر فيها، فقاعد تكبر في عينه بهذا السبب، قاعد يراك من منظور مختلف، ان انا ما مو شخص ادعي الكماليه، بالعكس انا شخص احب اجرب. هذا برج القوس، يحب يجرب، يحب يغامر، يحب يسوي أشياء مختلفة، هو المبتكر في المجموعة النارية، وهذه طبيعتك. وفي نفس الوقت هذا الشيء يكلفك ساعات، يكلفك أموال، يكلفك وقت، يكلفك جهد. ما عندك مشكلة أن تبتدي أشياء جديدة، ولكن بغض النظر سواء نجحت أو فشلت، أنت قاعد تتحمل مسؤولية أفعالك، وأنت دائما ترجع توفر حق شريكك، يعني تكون موجود، سواء مثلا بزنسك كان اوكي او مو اوكي، في النهاية انت تقوم بواجباتك ومسؤولياتك. هذا الجانب جميل، وشريكك قاعد يحترمه فيك، معجب بهذا الجانب من شخصيتك. شو يرفعهم السؤال اللي بعده، ما هي نقاط قوتك في العلاقة؟ برج القوس، عشر الخماسيات، كأنما شريكك هني قاعد يقول لو بس برج القوس صار، إذا كان بينكم أبناء وعائلة، لو صار يقضي وقت زيادة مع الأطفال عشان أنا شوي أتمكن من، خصوصا إذا كنت متزوج برج أو مرتبط مع برج ترابي. البرج الترابي هني قاعد يقول لك لو بس شوي تعطيني وقت خاص فيني، مو وقت مشترك معاك مع الأطفال مع العائلة، لا، وقت خاص فيني راح أكون شوي أرجع لك وأنا أكثر سعادة، ولما أي أعطيك وأكون فعلا موجود راح أعطيك صح، أكون موجود لأني أرغب في البقاء. أوكي، كرت العالم وراها كرت تسع الأغصان. من نقاط قوتك أيضا أن أنت تشوف، مو قلت لك انت مبتكر، هو يشوف ويحب فيك انفتاحك في التفكير، انفتاحك في التفكير، يعني شوف ما ادري ليش هني قاعدة احس ان في اشخاص من طرف شريكك غلطوا عليك او حاولوا ان يخربون بينكم، وانت بدل انك ما تعاقبهم اما تسامحت اما صالحت اما انك ما تشيل في قلبك. هذه من صفات الجدا جميلة يحبها الشريك فيك. تسع الأغصان هني يقول لك انك ما تستسلم، لما يكون في شيء في راسك يحب فيك عنادك، ولما يكون في شيء في راسك لازم تسويه، وحب يشوفك على الأقل تحاول، يحب هذا الشيء، لأن أغلب الناس يعيشون حياتهم في المنطقة الآمنة، أنت ما عندك مشكلة خاطر، وهذه من نقاط قوتك معه. ما أدري ليش إذا أنت ترى متزوجة براش ترابية فهم يميلون بطبيعة الحال إلى الأمان والاستقرار والأشياء فقط اللي تكون معروفة. أنت هني تجلب جانب الإثارة المغامرة إلى حياة شريكك. آخر سؤال، كيف التوافق بينكم راح يكون لشهر 8 أغسطس؟ أربع الأغصان وراها كرت الشمس، كرت برج الأسد، والسيف الصغير. وجود هني كرت العالم وأيضا هاي الكرتين، أحس أن واحد منكم رح يضطر إما أنه يبتعد، إما أنه مثلا تصير لا سمح الله مناسبة أو حتى مشكلة عند أحد الطرفين، فيضطر الثاني أنه شوي يبتعد، يبقى مع الأهل، يقضي وقت زيادة مع الأهل، أهلك أو أهله. واحد منكم يمكن احتمال أيضا أنه يسافر، ولكن رح يكون في ابتعاد مو اختياري بسبب الظروف، بسبب ظروف العمل، ظروف الدراسة، حتى فرص العمل راح يكون في ابتعاد مؤقت جسديا، مو روحيا ومو عاطفيا، ولكن في نفس الوقت separately بشكل منفرد راح يظل الكونكشن، التواصل بينكم، الحب، الشعلة موجودة. شوف هني الملاك شلون واقف على أعلى، لأن كرت الشمس يعني الوضوح، التميز، التألق اللي بينكم راح يقوى، ما راح يضعف بهاي البعد وبهاي السفر، إذا كان راح يصير في الفترة إن شاء الله القادمة. ولكن
بما أن واحد منكم أحس أنه راح يكون مشغول إما في البيت إما مع الأهل، والثاني طالع مسافر يقوم بمهام عمل. في هني أشخاص فضوليين تخريبيين راح يحاولون إما أن تعرف الناس اللي إذا التقيت فيهم في مكان يقول لك وين زوجك، وين أمك، وين أخوك، وين أختك، يحسسونك أن أنت كأنما في مشكلة بينك وبين هذا الشخص لأنه مو موجود معاه على طول مثل ما تعودوا يشوفونكم. هاي النوعية المشككة الفضولية اللي تحاول أنك كأنما تغرس أفكار إما براسك، أحس أنه تجاهك أنت أكثر من الشريك، يحاولون أن يغرسون أفكار وشك وخوف براسك أنه لا تخلي يسافر للدولة الفلانية، لا تخلي يسوي الشيء الفلاني يبتعد عنك، لأن احتمال أنه ينساك، يلاقي غيرك ينساك، يلاقي غيرك يسحب عليك. لا تتزعزع، عندك كرت يقول لك أنت مستقر، مكانك مع الشريك قوي، ابتعادكم قاعدين تقوون مع بعض ولكن بشكل منفرد. فلا تسمح لهاي الأشخاص أو حتى لهاي الأفكار، ذا الأفكار ممكن أن تنبع من داخل نفسك أنت، ترى مو شرط الأشخاص. هاي الأفكار لا تخلي لها مكان. إذا اتبعت هاي النصيحة التوافق بينكم راح يكون جدا جميل، مو بس توافق، أحس أنه السفر أو الابتعاد المؤقت راح يعود بالكثير من الخير الخير المادي، الأموال، النجاح لكم كشريكين. يحصل على منصب كبير شريكك أو حتى على مقابلة عمل، تحصلون شيء جدا ضخم ماديا في الفترة القادمة. عزيزي برج الكوز.